احمد النهارده عنده شغله حلوه قوي وحاجات حلوه، هسيب لكم طريق سوق الخميس بالتفصيل في اول تعليق مثبت، وتعالوا بقى نشوف الحاجات الحلوه دي، وما تنسيش تمر حنا باللايك والاشتراك، ومستنيه رايكم في التعليقات. بصوا حبايبي، معانا هنا الطباق الحلوه دي بتاعه ايكيا، الواحد عامل 10 جنيه، متاح منه اللون البينك وبيجي برده منه اللون الابيض. ومعانا هنا العنب شكله حلو قوي، ده فواكه في منه الوان كتيره، في منه اربع الوان، في بيجي منه الاسمر والاخضر والاحمر والاصفر. ده كده عامل الواحد 10 جنيه، شكله حلو قوي، والطبق ده عامل 10 جنيه. معانا بقى هنا الجديد الركنه دي، شكلها برده تحفه قوي، تقدري تنظمي عليها اي حاجه زي ما انت حابه، وهي معدن، في منها اسمر وفي منها ابيض، عامله 65 جنيه، شكلها برده حلو قوي. معانا هنا المنظم اللي هو بتاع التلاجة، العلبة عاملة 12.5، أو تقدري تنظميه تعمليه كتربو كده زي ما انت شايفة، وتاخدي الثلاثة مع بعض وتنظمي فيه، مثلا تحطي فيه اكسسوارات، تحطي فيه رفايع للمطبخ للتلاجة زي ما انت حابة، شكله حلو قوي بصراحة. معانا هنا برضو القطاعة الجديدة دي، شكلها تحفة اهي، والماتيريال بتاعها برضو عالي قوي، دي عاملة 65 جنيه، متاح منها كل الالوان اللي انتوا شايفينها دي، في اللون الاقوى وفي اللون الموف وفي كمان اللون الاحمر اهو، برضو شكلها حلو قوي. معانا هنا برضو ازايز المية، الماتيريال بتاعها عالي والغطا بتاعها محكم، عاملة 15 جنيه، في برضو منها الوان حلوة قوي، في منها برضو اللون ده وفي منها اللون ده وفي منها الوان تانية. وهنا معانا المنظمات دي عامله كام يا عم احمد؟ نعم، منظمات تقليد ايكيا عامله كام؟ دي العربيه عامله كام المنظمات دي؟ نعم عامله كام؟ المنظم ده 17.5، ده عامل 17 جنيه ونص اهو، في منه الابيض وفي منه اللون الفضي. في معانا هنا كمان اللي هو زي التربو كده اهو، ده دورين عامل 45 جنيه، ده بيبقى شكله بتنظمي عليه البرطمانات، الازايز، اي حاجه زي ما انت حابه، بيجي برده منه ست الوان، الدورين عامل 45 جنيه، وفي منه الثلاث ادوار اهو عامل 65 جنيه، والاربع ادوار عامل 75 جنيه، بيجي منه الوان كتيره جدا، اكتر من ست الوان، في كمان معانا اللون البينك ده عامل 75 جنيه، ده اربع ادوار، بينظم لك بقى اي حاجه زي ما انت حابه للمساحات المطابخ الصغيره. بصوا حبايبي اهو شكله حلو قوي، بينظم لك كل حاجه. في معانا كمان هنا قالب الرز، ده عامل كام يا عم احمد؟ عامل كام ده؟ 40، ده عامل 40 جنيه، بيبقى فيه كام قطعه؟ أربعة، بيديكي أشكال بقى، شكل الرز بيبقى حلو قوي، عامل 40 جنيه، وبيجي منه برضو ألوان كده، ثواني أيكيا، اللون الأبيض نزل تاني عند عم أحمد بكميات كبيرة، جاب لكم كمية كبيرة قوي من اللون الأبيض عشان كل الناس حابة اللون الأبيض، دي عاملة 30 جنيه، شكلها حلو قوي وبتنفع في أي ديكور. معانا هنا برضو منظم الحمام ده أهو، أو المطبخ، عامل 35 جنيه، في منه ألوان كتيرة. وهنا معانا الصفايه بتاعت المعالق، الدورين دي تحطي هنا اليمه دي المعالق والشوك، وهنا كده السكاكين، واليمه الثانيه تعلقي كنك او تعلقي اي حاجه، عامله 45 جنيه، دي اللي هي الحجم الكبير اهي، في برضو منها الوان كتيره قوي عند عم احمد. معانا هنا الطباق الاكليريك برضو شكلها حلو قوي جديده، عامله 17 جنيه ونص، المقاس ده موجود منها. في برضو معانا الجاروف ده، ده برضو الماتيريال بتاعه حلو قوي، ده عامل 15 جنيه اهو. تركان معانا هنا بخاخات حلو قوي، في منها الابيض وفي منها الاسمر، عامله 15 جنيه، في منها تشكيله كبيره والوان كتير. بصوا حبايبي اهي، وفي معانا الفرشه دي برضو الماتيريال بتاعها حلو قوي، دي عامله 35 جنيه. وريني الايس لولي ده كده يا عم احمد، دي عامله 20 جنيه، الايس لولي سته مع بعض عاملين 20 جنيه، تقدري بقى تحطي فيهم للولاد كده اي حاجه حلوه وتسقعها لهم ياكلوها زي الايس كريم كده، هتبقى حلوه قوي. ومعانا المشابك دي برده عامله 10 جنيه، دي يا عم احمد دي عامله 10 جنيه وفي هنا الريشه دي اللي بتلمع الاتربه، عامله 35 جنيه، بس الماتيريال بتاعها حلو قوي. في شماعات الاطفال دي حلوه قوي، دول كام مع بعض؟ ثلاثه عاملين كام؟
التلاتة عاملين 20 جنيه بس الماتيريال بتاعهم نضيف جدا اهو. في منها برضو الوان ايه وبتوسع وبتضيق يعني بتكبر بتكبر تقدري تكبريها او تحطيها زي ما هي كده. عامله 15 جنيه 20 20 جنيه الثلاثه مع بعض 20 جنيه. هات المروحه بقى مشيت بس الكهرباء قطع. في معانا هنا برضو الليف ده اهو الواحده عامله بجنيه بس بتاخدي ال10 مع بعض عاملين 10 جنيه. في الوان كتيره جدا. يا سلام يا سلام يا دي احمد مفيش منك. في معانا هنا مشابك البطاطين الاربعه مع بعض عاملين 15 جنيه حلوين قوي. عايزه واحده كمان بس حاجه بقى ايه من في الشماعات دي الماتيريال بتاعها حلو قوي اهي لو عروسه بتجهز بجد الشماعات دي حلوه جدا عاملين 40 جنيه يا عم احمد. 42 ونص اهي. بصوا يا جماعه عشان تبقوا عارفين بس انتوا بتشوفوا دي الخامه الاصليه. بصوا دي الخامه الاصليه ما بتتكسرش حلوه قوي. ورينا المنظم ده كده يا عم احمد اللي هو ده دوه اه ده عامل كام يا عم احمد؟ ده عامل 65 جنيه. ده عامل 65 جنيه حلو قوي ينفع للمطبخ وينفع للحمام. انا عامل 45. والشنط وريها لي كده. في الشنط دي حبايبي اهي بكل الوانها موجوده الواحده عامله 15 جنيه. بصوا هي عامله زي السيليكون كده مش بلاستيك عامله زي السيليكون طريه وحلوه قوي وحجمها حلو عامله 15 جنيه. كل الالوان دي برضو منها موجوده. طب كده انت هيبقى لك 5 جنيه. في معانا هنا برضو منظمات حلوه قوي هوريها لكم. بصوا حبايبي في منظم الاكسسوارات ده عامل كام؟ ده عامل 75. ده عامل 75 اللي هو الثلاث ادوار. دي 25. وفي هنا المنظم ده جديد وحلو قوي ده بيقول لكم زي درج كده وبيشيل كميه معالق وسكاكين كبيره. ده عامل 65 جنيه بس الماتيريال بتاعه عالي وحلو وفي منه الوان كتيره موجوده. هي 10 ب 10 على طول. انا دي عندي 5 جنيه. بسكوتش دي جميله دي. في معانا يا حبايبي برده الكوبايه دي للاطفال عامله 15 جنيه. الماتيريال بتاعها حلو قوي عم احمد بيشكرني فيها حلوه جدا. وفي معانا برده المشابك دي جميله جدا عامله كام دي يا عم احمد؟ يا سيدي عامله كام؟ كام؟ عامله كام المشابك دي؟ دي ب 20. دي عامله 20 جنيه حلوين قوي 65. بصوا حبايبي معانا برده الصبانه دي حلوه قوي والماتيريال بتاعها عالي عامله 10 جنيه. بكام دي لو سمحت؟ والدبل فيس بتاعها قوي جدا عامله 10 جنيه. بكام دي بقول لك؟ في معانا هنا برده الرف ده تقدري تحطي عليه شامبوهات كريمات اي حاجه شكله حلو قوي وهيبقى حلو في الحمام. ده عامل 35 جنيه. ورولي كده 20 يا ناس. معانا الصبانه دي حبايبي اللي هي الدورين والماتيريال بتاعها عالي جدا دي عامله 35 جنيه وبيبقى ده شكلها حلو قوي وفي الاستعمال بتبقى حلوه جدا ودي الوانها اللي موجوده كلها عامله 35 جنيه. مش عايزه ده انا عايزه. طيب 17 واديني فكره انا معيش فكره 42. دي مرايه عامله كام المرايه دي يا عم احمد؟ المرايه دي عامله 12 ونص. دي عامله 12 جنيه ونص. بصوا حبايبي دي الوان العنب اهي تقدري تلزقيها بشمع على الثلاجه او تعلقيها زي ما انت حابه اهو. ده اللون الاحمر وده اللون الاصفر وفي منه اللون الاخضر وفي منه اللون الاسمر بس اتباع دلوقتي اهو. الواحد عامل 10 جنيه شكله حلو قوي شكلها تحفه جدا. بصوا حبايبي هنا برضو في ملاحات حلوه قوي اهي ده شكلها عامله 10 جنيه الاثنين مع بعض شكلهم حلو قوي الاثنين عاملين 10 جنيه. يا ربي حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. احنا هنا عند عم احمد في المطريه في سوق الخميس في شارع الكابلات. هسيب لكم العنوان بالتفصيل في اول تعليق مثبت وطريق سوق الخميس وتركبي ايه وازاي تيجي عند اولاد النمكي. مصوره لكم تشكيله كبيره جدا في سوق الخميس هسيبها لكم ان شاء الله في اول تعليق مثبت. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. ما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعه عم احمد برده هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. شكرا يا عم احمد. ما لازم اشتركوا هيشتركوا ان شاء الله يا عم احمد القناه بتاعتي قناه احمد النمكي اشتركوا هتلاقوا كل جديد.
تمر حنة ما بتجيش عندي كتير. يعني ايه عايزهم يسيبوا تمر حنة؟ ماشي. لا عشان يشتركوا بقى كله طازه بطازه. اه يعني عم احمد بيصور لكم من سوق الثلاث وسوق الحد وسوق الخميس. هو بيفرش في سوق الحد في عند قهوه شرف في شارع شارع مصانع عوده في شارع مصانع عوده عند قهوه شرف في شبرا الخيمه. هينزل لكم كل يومين فيديو بينزل الشغل الجديد اول باول. كل سنه وانتم طيبين وبخير ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واسيب لكم لينك القناه بتاعه عم احمد. مع السلامه حبايبي.